مرحبا، جامبورد من جوجل وايت بورد لوح ذاكرة أهمية تفاعلي بأمن تجربة مشاركة وتفاعل وتعاون ضمن الصف والمجموعات، وخاصة بالتعليم عن بعد أو الريموت ليرنينج. ورح نستعرض سريعا أبرز مميزاته. بداية، لإضافة الجام الجديد بتكبسوا على الأد بوتن أسفل الشاشة على اليمين. مع جامبورد كل سلايد اسمه فريم وبتقدروا تزيدوا لحدود 20. بالنسبة للخلفية بتقدروا تستعملوا المقترحات المتوفرة من أسطر ومربعات، أو تعملوا إمبورت لصور معينة أنتو بدكن إياها، أو تصمموا وحدة جديدة وممكن حتى أنها تكون GIFs. إضافة الباك جراوند ممكن تتم عن طريق الأبلود الكاميرا اليو ار ال والجوجل ايمج سيرش، جوجل درايف وجوجل فوتوز. للكتابة ممكن تستعملوا القلم المتوفر بمختلف الأحجام والألوان أو البصمة أو ستايلس. ستيكي نوت لكتابة المشاركات بطريقة بصرية ملونة وظاهرة، سواء كانت أجوبة، ملاحظات وتدوينات. وهناك الليزر تول للدلالة بالضوء أثناء الشرح على صورة أو كتابة. كما وأنكم بتقدروا ترسموا أو تستعملوا زر الأشكال المقترحة. ومع ميزتي الـ Handwriting Recognition والـ Shape Recognition بيقدر يحول أي رسمة لشكل متعارف عليه وكتابة خط يدكم للطباعة. في أيضا المحاية، وبإمكانكم إضافة فايلز بنفس الطريقة يلي بتضيفوا فيها الفريمز. وبيتم مشاركة الجام بورد عبر تفعيل زر الشير أو من خلال الجوجل كلاس روم، وللفيديو كولز ممكن استعماله مع الجوجل ميت. وأنا لتقديم هيدا الديمو استعنت بعدد من المواقع يلي بتقدم مجانا جامز جاهزين بتقدروا تستعملون مثل ما هن أو تجروا التعديلات اللازمة عليهم.